هتاكل الشاورما، انا هتاكل الشاورما، فاهم ولا لا؟ صلي على النبي، صلي على النبي. انا النهارده امك، انا النهارده ماما. سحس افهم، انا ماما. بص شكلي، شايف شكلي، انا ماما. سحس، كل شاورما خد خد خد. انا افهمك، ماشي افهمك. ايوه ايوه افهمك، بس ماشي افهمك. انا مش مكمل النهارده، انا ايه ماما ام كامل. افهمك ماشي تمام. ايوه اللي انت جايبها لي ديت فيها شويه بصل، فانا ما بحبش البصل. ولد انت عارف ان انا عارفه ان انت ما بتحبش البصل، وحاطه لك فيها توم. طب جربها بس، ذوق حته، ذوق حته. قطمه قطمه صغيره، قطمه صغيره، قطمه صغيره، قطمه عشان تكبر وتبقى كنت موت كبير. ايوه ها، ايه رايك في الشاورما؟ بس انها طرقه. ايه دوختك يعني ولا ايه؟ ده شاورما جميله يا ابني، ده انا بص حتى عامله منها شاورما المطوره دي. شاورما بقى ايه؟ ولا هترمي الشاورما؟ لا خد يلا هرمي الشاورما في الارض اهو، في الارض. لا واضغط عليها كمان. لا لا يا سياس، طب وربنا؟ انا هوريك، انا هوريك. هات السير ده كده، انا هطلع لك السلاح الخاص بتاعي اللي بتاع كل ام مصريه وكل ام عربيه. يا عم عودي، يا عم عودي، يا عم عودي، يا عم عودي. ماشي ماشي، هات الشبشب ده كده، تعالى. بص جبت لك ايه؟ هو فين؟ هو فين؟ راح فين يا عيال؟ راح فين يا عيال؟ واد يا ساس، خد يا واد يا ساس. والله بص شاب ماسك له شبشب، بص قد ايه يا ساس. هو راح فين؟ استنى ما ادور عليه، اكيد اكيد في مكان هنا، اكيد في مكان هنا. اوكي ورا البيت، مش ورا البيت. راح فين يا شباب؟ راح فين؟ اقسم بالله كل ده اوكي، ندور عليه في البير، يكون نزل في البير. راح فين الولد ده في القريه؟ اوكي خلينا نجيب الشاورما بتاعتنا تاني. كلب رمى الشاورما وكان هيخلي الفيران تاكلها، هو مع انه فار. بس انا النهارده يا شباب ام السحس. قبل ما نبدا المقطع، قبل ما نعمل اي حاجه، اللي عايز اي حاجه انا مامة سحس. لو سحس عمل مشكله مع حد او حد ما حطش لايك يكلمني انا، لان انا اللي هجيب لكم حقه وهديله بالشبشب ده كده اللي ما حطش لايك ولا اشترك في القناه. فانزل دلوقتي حط لايك واشترك في القناه، يا اما هديك بالشبشب. لا مش قوي كده الصراحه، بس يعني بالشبشب اللي مش هيحط لايك ويشترك في القناه. ها لايك، حط لايك. بس مش صندوق على سحس فين؟ تعال يا سحس، تروح تلعب مع الواد ده تاني؟ ها روح تلعب مع الواد سيد معزه، انت فين؟ فشتك فشتك. نا 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 نا. اطلع اطلع لي هنا. ايه ده؟ طلع سحس، طب صلى على النبي. الحق، في راجل غريب داخل البيت. خد ادي له بالشبشب، ادي له بالشبشب بسرعه، بالشبشب. لا انا امك يا موت، اموت انا امك. انا امك. البيت بيتك، البيت بيتك. البيت بيتك. انت بقى مسكت انت مسكت الشبشب خلاص، يعني انت كده مسكت السلاح القوي. أيوة. على فكره أيوة. بقى انا عندي صندل، والصندل الدمج بتاعه اعلى من الشبشب، يعني ممكن. على فكره يا امك، بجد بجد انا امك، ما بهزرش دلوقتي. انا امك، هات طلع الراجل ده بره البيت، طلع الراجل ده بره البيت. استنى طلع بابا، انا عايز مقابل. عايز مقابل من امك؟ امك يا ابني انا قعدت تسع شهور حياه سرفايفل. لا 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 لا، حياه سرفايفل ايه؟ بص بص بص، انا امك تسع شهور وانت في بطني باكلك وبشربك. معلش معلش، شكرا. محدش ارغمك يا ارغمني. تخيل ان انت كنت كل يوم بتعمل بتبيع على السرير ده، ولا اللي كنت بشيله. مين بيلا معاك تسجيل؟ لا مفيش مفيش مفيش، ما معكش زباله. شوف الناس دخلوا بيوتنا، طلعهم بره. حياهم الله يا ولد، خش يا ولد، اطلع بره، اطلع بره بره بره. كرم طلعت بره. انت بص طالق، خش جوه. هي هي، ده بيت امك مش بيتك انت. اطلع بره كده. هاي هات الشبشب بتاعي، هات الشبشب بتاعي، هات الشبشب. انا اصلا الشبشب بتاعي بمغناطيس، اول ما اعمل كده يتحدف لي. قد والله مغناطيس الام، ايدي اعمل كل حاجه. تعالى بالشبشب، تعالى تعالى تعالى، عشان ما بتسمعش كلام امك. تعالى والله اعلمك كده، بتعمل عليا 360. تعالى ده امك، انا حافظاك، ده امك حافظاك. اقف خلاص، اقف. لا 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 لا، اقف اقف. تعالى النهارده، يعني هكلمك بجد، انت راجل البيت من بعد ابوك بعد ما طلقني. ماشي ها، ماشي طفش مني، فانا عايزك أيوة. النهارده، من النهارده انت راجل البيت. ارمي اللي هي ايوه شاورما، خد شاورما يا عم مش مشكله. اسمع طيب،
ابوك من ساعه ما طلقني وسابنا البيت واحنا معناش فلوس وبنعيش على اكل الكراويين. عنده حق. وايه اللي عنده حق؟ هو انا وحشه؟ هو انا وحشه ولا حاجه؟ بصلي كده، هو انا وحشه؟ هو انا وحشه؟ خلاص خلاص خلاص. مطر 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 خير خير، اللهم اجعله خير خير. بحب المطر جدا يا رب، جوزني يا رب. لا ابتدي على امك يا كلب، ابتدي على امك. حرام عليك حرام عليك. خد تعالى خد تعالى، خلاص خد تعالى، خد بقى عشان اكلمك كلام رجاله بقى. تعال استنى، مش عارف مش عارف اطلع يا ولا كبرت في السن. انت فين؟ اسمع، انت من النهارده انت راجل البيت، ودي حاجه مؤكده لانك فعلا راجل يا سحس، وانا ما خلفتش غير رجاله، فالنهارده خليتك بما انك راجل البيت اكيد هتشتغل شغلانه ابوك واللي هي مايننج. امسك، هنزل معاك، انا هراقب بس عليك في اول مرتين ثلاثة، بعد كده انت من نفسك هتنزل. نحلف يمين بالله. طب اسمعني للاخر، هعمل لك صينية دود في الفرن لو جبت لي حباية دايموند واحدة. والله صينية دود من اللي انت بتحبها. صينية؟ امال انت عايز ايه؟ برجر؟ عايز برجر دود؟ أكتر. هعمل لك، بص هعمل لك اللي هو البوكيت اللي هو بيبقى فيه الدود ده اللي هو زي البطاطس، وهعمل لك كمان تشيز دودة. ايه رايك؟ ارمي الشحاطه، ارميني. ليه بس؟ ليه ارميني بس؟ ارميني بس. البسها، هتلبسها في رجلك ازاي؟ هتلبس فرده واحده؟ هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ خد تعالى ولا بس ايه؟ معاك شحاطه تانية؟ هي ايه واحده بس. ليه معاك صندل بقى؟ بقول لك ايه، هات الشحاطه دي. ايه عايز تاخد الشحاطه بتاعتي؟ ها تاخد الشحاطه يعني دلوقتي؟ اجيب دايموند؟ اجيب دايموند حبايه. وبص وبص، هفضل معاك، واول ما هنطلع اوعدك ان الغدا بتاعك هيبقى صينيه دود. خلاص انا جاي معاك. لا انا جاي معاك، انا مش هسيبك. ما عدتش عايز الحاجات دي. امال عايز ايه؟ طيب انا عايز كل خير، بس انا عايز عايز ممكن اطلعك انا؟ ازاي بقى؟ ازاي يعني؟ انت عادي؟ لا امشي. واجب التلاتة. الكلام ده غلط وما ينفعش يتقال على فكرة، قول استغفر الله، حرام. امك لازم تعلمك السقط. بقول لك حرام بالشحاطة. تعال تعال يا خد لك بالشحاطة ولا خد خد يلا خد لك دي. تضرب امك؟ تضرب امك؟ تستاهل، انت تستاهل عشان بتضرب امك. وتعالى لي تعالى لي تعالى لي هنا. انا هجيبك دلوقتي. تعالى. انا ابن عاق صح؟ لا لا، انت ابن، انت كده بتشتمني انا. لا انا بقول انا ابن عاق يعني انا مش ابنك. لا انا ابن يعني اللي هو انا يعني انا طفل عاق. يا عم استغفر الله الكلام اللي انت بتقوله ده. يا عم انزل الكهف يلا. يا عم انا ما ببرش والدين، ما تبقاش بقى. يعني انت كده ما بتحبنيش يعني؟ ايوه ماشي. طب انزل انزل، استنى بس، خد تعالى. يا لهوي ابني، يا لهوي، يا نهار اسود، يا نهار اسود، الحقني يلا الحقني. استنى ما اكل شاورما، استنى ما اكل شاورما. اوكي خدت منه الهلمت. يما بالشحاط لك امعط، لك امعط، لك اديله. انت بتضرب امك يا كلب، امك يا كلب. اديله شاورما، انت معاك شاورما، اديني شاورما من اللي معاك كتير. انا شاورما. تعال اطلع اطلع اطلع، انت كان معاك، انا اديتك بتاع خمسه هناك. تعال بسرعه يخرب بيتك. هم مين دولت؟ مش عارف. طب عمي، عمي ده عمك؟ انت ابوك فعلا، عمامه كلهم كانوا زومبي. ايوه يلا اديني الشاورما بسرعه. انا كنت عامله، انا كنت عامله صينيه شاورما. تخيل، كنت عايز اكل القريه كلها احتفالا انك كبرت وبقيت راجل. ماشي ماشي ماشي، هات خلي معاك تاني، خلي معاك تاني. يلا تعال تعال تعال، يلا اعلمكم الادب. مالكم امال ابني؟ اهم حاجات ايوه يا جماعه اقتلوها بليز بليز. يقتلوا مين؟ امك؟ امك ما بتموتش. أيوة. امك عندها روح اسمها روح القتاليه. خد لك دي وكمان دي. اوكي خلصت عليهم. فراري فراري. اوكي فراري. اوكي اوكي يلا بسم الله. تعال انت فين فراري؟ انت فين يلا؟ لا لا بتاع فراري ما بين. اوه لا اوه لا اوه لا، نزلت تحت صح؟ نزلت تحت صح. ايوه. امك، امك الحقني. موت 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 موت، عايز امك تموت، عايز امك تموت. طب لو امك ماتت مين هيعمل لك شاورما؟ مفيش حد يعمل لك شاورما. عندي كرس. انت فين؟ عندي كرس. انا عنديش ورث، انا ما عنديش غير البيت اللي ابوك سابه لنا.
الحقني يا ما قلتلي بس شو الله يا سحسي يا حبيبي يا شاطر يا شطور عني انت ازاي ولا ظلمك افتح لي معيش بكاكس افتح لي ده انا حتى جايبه لك 700 شبشب عشان اساعدك والله 700 شبشب شوف دم 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 وكمان جايبه لك استك شاور ما شكلك جعان خد خد انت خسيت خسيت لما نزلت امسك امسك كل يلا كسر جد والله اشتغل ماشي. يا ولد عايز انام ماشي لا يلا. لا لا قلت لك هعمل لك صينيه دود من اللي انت بتحبها وعليها صوص باربيكيو يلا يلا باربيكيو صينيه دود باربيكيو عايزك تفكر في صينيه الدود والباربيكيو واتوقع ده نايم ده نايم اصحي ازاي ده سحسوح سحسوح كوم ادعمين النوم كوم ادعمين النوم سحسوح 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 خلاص 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 طب بص بص هات البيكاكس ساعدك هات البيكاكس هات البيكاكس ساعدك هات هات يلا خلاص يلا تعال يا ابني رايح انت على الدرجه دي رايح انت على الدرجه دي وسع لي سكه كده يلا رايح انت هنا لا 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 مش في البيت هنا قدام عيني انت عايز تروح تلعب مع الواد سيد معزه صح لا انت خليك هنا انت ما تتحركش من هنا احنا في الطبقه الكام خلونا نشوف اتعلم من امك بقى ها بص احنا في الطبقه ال 17 يعني لازم ننزل تاني يا حبيبي يعني احنا كده 16 اهو كل ما بتنزل درجه او بلوكه انت مركز معايا ولا مش مركز في الدرس اللي انا بشرحه ده عايز ينام عايز ينام انا عندي ابن يا شباب والله ما نافع مع المهم احنا في الطبقه 14 13 12 يلا 11 يلا ولد اصحى تعالى مع الدرجه دي في خفاش انت بتحب خفافيش بس تعالى هنا هنا نام هنا ايوه يلا بسم الله بسم الله نكسر بقى لحد ما لا دايم بص تقعد تكسر تطفر حواليك ولد اصحى اصحى نعم كسر معايا اقول لك امسك ده شبشب ده واي خفاش تشوفه زي ده كده اديله كده كده بقول لك خفاش خفاش مش خفاش خفاش مش انا خفاش ها انا شايفك اوعى تروح في حته ها يلا كسر اشتغل معايا يلا انت ولد كده مالكش لازمه والله العظيم انا الصراحه شاب انا شايف ان انا امي مثاليه جدا بس الواد اللي معايا هو اللي مش ولا انت مش نافع على ولا انت جبت كام في امتحان العربي امبارح؟ 2 من 1 2 من 1 يعني 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 حلو رد الحمد لله انت كويس اهو يا ابني امال الاستاذ بيقول عليك فاشل ليه وبتاخد الفلوس تروح السايبر معدل اكبر من المعدل الطبيعي 2 من 1 ايه ده يا ولد ده انت ايه ده انت جمجمه اسطوريه هكرت امال الاستاذ بيقول لي ليه انت بتروح السايبر وبتلعب جي تي اي سايبر ايه بس لا اله الا الله ايوه اعوذ بالله من السايبرات استنى كده اما اساله على حاجه تعرف سيرفر عرب كينج عرب كينج وعرفته منين بقى طالما انت ما بتقعدش في السايبر فكره حلوه ماشي 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 هجاوب على سؤالك بس روح يكمل وانا هجاوب على سؤالك راح يكمل راح يكمل راح خلاص 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 يلا طب تعالى معايا تعالى اتعلم مني اتعلم مني يا ابني وانا اصلا لو جبت الدايموند مش هديك صينيه البطاطس عشان مش انت اللي جبتها خد خد يلا هات خد هات ايه انت ايه هتشحط معاك دي لا 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 طلع النبي طلع النبي لا لا خلاص خلاص شحاطه يلا كسر اشتغل اشتغل شويه بقى بدل ما انت مالكش لازمه اكتبوا لي تحت في الكومنتات انا كام كامل ام كامل ايه ده اول مره بقى ام كامل اكتبوا لي انا كام كامل اقدر ان انا اساعد ابني ازاي في المستقبل والمستقبل المستقبل ده واساعد ابني ازاي في المستقبل وان احنا نقدر ان احنا نبقى عائله مثاليه لان احنا من غير زوج يعني انا يعني كده جبته لا اراديا كده فاكتبوا لي تحت في الكومنتات انتوا لو مكاني ايه اول حاجه هتعلموها لسحس ابنكم انا عن نفسي انا عايز اعلم سحس ان هو يطلع دكتور قد الدنيا صح يا ابو السحاسيح مش انت عاوز تبقى دكتور امال زبال زي ما قلت لي خلاص تحت هو يا شباب نفسه يطلع زبال زي عمو احمد فخلاص احنا قررنا هو يطلع زبال او بلاش زبال عشان الكلمه دي وحشه هيبقى عامل نظافه فعلا لان ليه احترامه وابني هيبقى واحد منهم فيبقى ليه احترامه هيبقى عامل نظافه قد الدنيا ماشي وما ندلك في البيت اقول لك يا زباله ادلعك يا زبال روح هات الزباله يا زبال انت دايما ايوه دايموند اديني الدايموند ايوه ليتس جو وريني وريني أيوة. وريني يلا خلاص يلا بينا ايه ده اسمه تين اور
اسمه ولد تاينوند. تاينوند تاينوند انت مين اللي علمك الكلام ده يا ولد؟ كسر يا ولد كسر. الواد من ساعة ما طلعت من الكهف ويا عيني مش بيتحرك. واد يا ساحس ولد اتحسدت. اتحسدت ليه؟ مالك يا حبيبي؟ في 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 طوباية بصيت لي كده قالت الواد ده عنده اربع رجول، انا ما عنديش الا كده. ايوه ايوه فاهم. ف ايوه فاهمه بلاش فاهم فاهمه. الطوباية اللي بصيتك حسدتك. حسدتني. ممكن انت برضو عشان انت شايفانا احسن منك بقى وكده. انت احسن مني انا؟ ايوه ايوه يا حبيبي ده انا ممكن اجيب زيك تاني اللي انت ما بتعرفوش بقى. يا علاج يا اما ابلغ عليك. علاج؟ اه على طول. انت عايزني اجيب لك انت علاج؟ ايوه انا عندي عندي كابلستونورونا. كابلسترونا دي زي زي المكرونه. ماشي ماشي حاضر 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 اوكي يا شباب. يعني هو كده محتاج حليب عشان نقدر نعالجه. طب خليك هنا انا هوريك ان انا امي مثاليه وفي اي مكان واي زمان واي صيدليه. اوكي يلا بسم الله. خلونا شباب نقدر. انا والله حاسس ان هو بيتدلع بس انا هعمل اللي عليا يا شباب واعرفوا ان انا امي مثاليه جدا. خدت البتاع بتاع اللي هو الايرون بيكاكس. يعني قعدنا بقى لنا ساعه في الكاف وما جمعناش في الاخر ولا حتى نص حبايه ايرون. عمال اكل في شاورما شاورما لحد ما كرش بقى خلاص هينفجر. اوكي هنا عندنا فحم وايرون حلو جدا. يا رب بس ما يكونش فيه وحوش. اوكي هنجمع بس ثلاثه وندور على بقره ونجيب له حليب واعرفه ان انا امي مثاليه قد الدنيا. اوكي خلونا نجمع كده واحد اثنين ادي ثلاثه كده حلو جدا. خلونا نطلع بقى من الكهف اللي احنا فيه ده ونروح ندور على الاول نحلل اللي معانا دولت وبعد كده ندور على بقره. يا رب نلاقي بقره يا رب بقره زي كده بس تكون بقره كويسه بتجيب حليب. اوكي يلا بسم الله. هنا يمين شمال مفيش بقره مفيش غير خنازير وخنازير مالهمش. مطره. يا رب يا رب ارزقنا بالحلال. يا رب اغفر لنا وارحمنا ويا رب ابعد عننا الازواج اللي وحشين يا رب. يلا بسم الله خلاص. يلا اوكي خلونا ندور على بقره. مفيش بقره هنا. خلونا نروح البيت بسرعه ونحل الاغراض اللي معانا. يلا بسرعه في السريع في السريع في السريع. هنا 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 هنا. خش جوه. يا رب ورجع جلا ودرون ولا تدعي على امك. تدعي على امك انا سامعاك. تدعي على امك جد والله. نام نام جد. نام يا تعبان يا سخن. نام انا عايرك انك تعبان وسخن. نام يا تعبان يا سخن. اوكي خلونا ندور هنا على بقر. مفيش بقر في المنطقه. انت واد فقر يلا. انا بموت. انت بتموت. لا الواد هيموت. الواد هيروح مني. الواد اللي حلتي. لا لا خلاص 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 خلاص. استنى استنى افتح بقك افتح بقك. اعمل علي. خلاص خلاص اضرب امك خلاص خلاص. بص بص هشيل من حيطان البيت عشان خاطر اساعدك. شفت انا قد ايه امي مثاليه بجد. مش دافعه فلوس. مش دافعه فلوس. ما فلوس ابوك يعني عادي. انا وابوك واحد بس انفصلنا بقينا اتنين. يلا بسم الله خلينا ندور على بقره. ما ينفعش لبن خروف. مفيش حليب خروف ابدا. اوكي خلينا ندور مش مشكله. خلينا ندور. يا رب يا رب الاقي حليب قريب. يا رب يا رب بقره تكون قريب هنا. يا رب يا رب بقره تكون في الشمال قدام. يا رب بقره تكون في الشمال ورا. يا رب بقره في اي حته واي منطقه. عايز انقذ الواد اللي حيلتي. يعني اقدر انا كبرت في السن مين هيساعدني؟ مفيش غير سحس وانا ما عنديش وقت ان انا اشوف ولد تاني اجيب ولد تاني مع ان الولد ده مش عاجبني. بس خلاص يعني امر واقع يا شباب فلازم ادور على حليب دلوقتي وادور على بقره تكون كويسه والحليب بتاعها كويس عشان يشفي سحس ويطلع وينزل الكوف ويجيب لي الاغراض اللي انا عايزها يعني اشغله عندي. يلا بسم الله خلينا ندور على بقره. هي مفيش ولا بقره هنا ولا ايه؟ طب مفيش حليب الفراخ؟ يا فرخه انت ما بتجيبيش حليب؟ اوكي ما توقعش ان الفراخ بتجيب حليب يا شباب. اكتبوا لي تحت في الكومنتات هي الفرخه جابت حليب قبل كده؟ لا عمري ما شفت فرخه بتجيب حليب. المهم يلا بسم الله خلونا ندور على بقره. المكان كله حرفيا فيه كل الحيوانات ما عدا البقر. اوكي وانا سامع صوت خرفان مش سامع صوت بقر. نفسي اسمع صوت بقره. بقره صغننه. اوكي خلونا ندور يمين شمال شمال يمين ولا بقره حرفيا ولا بقره. هي ايه يا بقره فين اختفيت ولا ايه؟ اوكي احنا مشينا من البام الاولاني للبام الثاني ولسه لحد دلوقتي مفيش ولا بقره. هم ولا القريه حتى فيها بقره. احنا مش في الاصدار اللي الكوره فيها بيبقى فيها بقر بيبقوا حابسين البقر فيها. اوكي خلاص خلينا ندور ثاني ان شاء الله هنلاقي ان شاء الله هنلاقي. انا عارفه ان الواد ده سحس ابني ده حظه في الدنيا حلو زي كده اما جبته في الشارع وولدته في الشارع يعني ان شاء الله هلاقي له بقره اساعده بيها. اوكي هنا في خنازير خنازير صغيره وكبيره واكيد اكيد في بقر هنا. جبت لك الحليب يا واد يا سحس. يا واد يا سحس الحليب اللي انت عايزه. ايه ده
سحس الدايد ابني راح مني. يا لا ثانية ثانية، ايه ردة الفعل دي؟ مش مكتوب ان انا مت؟ ايه ردة الفعل دي؟ ما انا لسه هقول يا لا. نعيد تاني نعيد تاني نعيد تاني. جبت لك الحليب يا سحس. سحسيحو يا سحسيحو. ايه ده؟ سحس ميت؟ ابني حبيبي. لا لا عايش. لا عايش. لا لا يا عم انت بتعمل ما. خلاص خلاص، شفتوا يا شباب النهارده انا كنت ام سحس لمده يوم كامل، عايزكم تدوني تقييم، ولو المقطع ده وصل 50,000 لايك سحس هو اللي هيبقى امي لمده يوم كامل. ما عندناش اي مشكله ان احنا نخليه هو امي وانا امه، ونقعد بقى نبدل امهات وكده، فاهم؟ المهم سحس خد 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 امسك 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 حليب يا عم، عشان تعرف ان انا شوكولاته ما بحبوش العادي، اتصرف بقى بالشوكولاته. هات هات اجيبه لك بالشوكولاته حالا حالا. استنى لو راجل يجيبه لي بالشوكولاته. بلعوا بلعوا يا شباب. شباب كده قصيت البقطة. بتعمل ايه؟ احلبه مين كروي؟ لا يا عم مش ده مش ده لا. بس يا قصه المقطع ده يكون مقطع النهارده عجبكم، تنزلوا اعملوا باحلى لايك وتشتركوا في القناه لو انتم مش مشتركين. بجد يعني لما بعمل مقطع مع سحس وانا امه وكده انا ببقى مبسوطه. لا مبسوط ايه ده؟ في ايه وانا ايه؟ نفسي مبسوطه في ايه؟ مش عارف يعني، انا مش فاهم ولا انا مش عايز افضل كده، ولا استنى كده اشيل الحاجات اللي عندي دي وارجع مكمل الطبيعي. خلاص شباب انا النهارده يعني نفذت وعد يمكن من زمان مع كلكم بتسالوني عليه. انت اسمك ام كامل ولا امه كامل؟ فانا النهارده امه كامل يا شباب. خلاص يعني اعتمدوا كده. فبس قصه المقطع تكون مقطع النهارده عجبكم، زعمنا باحلى لايك، وتشوفوا القناه مش مشتركين قناه سحس تحت الديسكربشن. لو ما حطاش ونسيت اكتبوا على اليوتيوب سحس الفار، هتلاقوا قناه سحس الفار. وكمان ما تنسوش تشتركوا في القناه وتتابعوني على حسابي على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام وجميع التواصل الاجتماعي تحت الديسكربشن. وبس اشوفكم مقطع على خير الله، وتعالى يا زومبي ماينر هديك في المخموخ، هديك في الكخوخ. ده اللي فجر دماغك. بالشحاط بالشحاط والله اداني ايرون. تخيل والله انه والله انه أمر. والله إنه أمر. وبس شوفوا مقاطعك على خير الله، وسا سا سا سلام 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 ميك مليون جيش لا يخاف من الحروب، محبوب من الصغار عشان كده خاطف القلوب. ميك مليون احنا سوا عيلة مش جمهور، بيكو بنصنع المتعة بنعمل من الضحكة فنون. ميك مليون.